مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، تواصلوا معكم من جديد مع عشر الاشواط والتحديات لهذا الصباح والمخصص للابكار المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل. ومسافتنا الحاضره هي 5 كيلومترات من هنا من ارضيه ميدان التله للسباقات الهجن العربيه الاصيله، فاتمنى التوفيق والناموس والسلامه للجميع. بعد ان حضرت الشامخه مع أول انطلاقات أبناء القبائل لهذا الصباح بشعار السيد سعيد بن سيف بن سويدان بن حضيرم الاكتبي، لتغادر مع شعار بن حضيرم بالناموس والانتصار. وأول أشواط أبناء القبائل مع الأبكار المحليات، لأبدأ مع الصدارة والقيادة والمركز الأول لهذا التحدي، لأتابع الذهيبة محمد بن عبد الله بن سعيد الشمطي الاكتبي، يقدم لنا ذهيبة على أول المراكز، لكن يقتطف سريعا من قبل دلال أحمد بن سالم بن سيف الجابري الحاضر والمنطلق مع دلال على أول المراكز في هذه اللحظات. الذهيبة بشعار شمطي تحضر لتتقدم وتنطلق مع ثاني المراكز، أما ثالثا أتابع مشكورة علي باللاحج الحلامي لأنتقل وأتابع رابع المراكز مع مهمة مهير بن سيب النايع بن واس الاكتبي، وخامسا طرفة يا طرفة سعيد بن حميد بن سعيد الرزي الشامسي، وأيضا سادس المراكز حضر الطروادة ليحضر سلطان بن محمد بن طوق العلي، وسابعا من هناك هذه جميلة عايض بن مفرح بن تويم الأحبابي. ولكن شوف الحضور، شوف الوصول من قبل نجوى حمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي مع ثامن المراكز، وتاسعا هذه الغرمزية خالد بن حيدر بن محمد بن الرحيم يحضر مع الغرمزية في هذه اللحظات، وعاشرا وصايف خليفة بن راشد بن حمد الخاصون الاكتبي. هكذا هي النتيجة وجولة نداؤنا الأول للعشرة المراكز الحاضرة والمنطلقة ضمن إطار إذاعتنا لهذا المسار. لأعود من جديد، أعود إلى المركز الأول والصدارة وقمة هذا التحدي. دلال الجابري تحضر مع المقدمة بشعار أحمد بن سالم بن سيف الجابري، يحضر ليقدم لنا شعاره على مستوى القيادة
والصدارة لهذا المسار، لكن مهمة لديها مهمة وهي الانتصار وهي الإبداع والإمتاع. يا أبو نواس مع ثاني المراكز مهير بن سيب النايع بن نواس الكتبي طروادة قادمة مع شعار بن طوق سلطان بن محمد بن طوق العلي يحضر مع طروادة ورابعا مشكورة يا مشكورة علي بن لاحج الحلامي وخامسا ذهيبة محمد بن عبد الله بن سعيد أشمط الكتبي حاضرا ومقدما لشعاره مع خامس المراكز، لكن نجوى مع العليلي مع بن بدر بدأت تحضر مع سادس المراكز، وكذلك غاية ناصر بن مسلم بن عبد الله المزروعي مع أول نداء لهذا الشعار ضمن هذا التحدي وهذا المسار. هكذا هي جولة نداءنا الثاني، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، لأعود من جديد، أعود إلى الجابري إلى دلال أحمد بن سالم بن سيف الجابري والمركز الأول والقيادة حتى هذه اللحظات مع هذه الأسماء والكيلو الأخير الكيلو المثير. روح الدلال، روح أحمد بن سالم بن سيف الجابري، لكن طرواته سلطان بن محمد بن طوق العلو. شوف 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 الحلامي بدأ بالهجوم مع مشكورة مع ثالث المراكز علي بن لاحج الحلامي، لكن دلال أحمد بن سالم بن سيف الجابري يحلق مع الانتصار، يحلق مع المركز الأول مع آخر الأمتار. يا ملاك ويا مضمرين، راح الكثير ما بقى إلا القليل، من سينتصر مع خط النهاية؟ من سيظهر بالناموس؟ الله 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 الله، طروادة ولا دلال؟ دلال ولا طروادة؟ طروادة طروادة طروادة. روح سلطان بن محمد بن طوق العلي مع الأمتار الأخيرة، يقتنص الانتصار، ينتزع الصدارة ليغادر بالمركز الأول سلطان بن محمد بن طوق العلي. دلال تحاول مع الجابري، لكن بن طوق روح بالانتصار. سلام سلام، تحية واحترام. ثانيا دلال قدمت عرضا تشكر عليها أحمد بن سالم بن سيف الجابري، وثالثا مهمة مهير بن سيف بن نايع بن واسل الكتبي، ورابعا كانت مرضية مصبح بالهلال بالبرايم الكعبي، وخامسا دخول جماعي عند أعضاء خط النهاية. 7 دقائق 58 ثانية 19 جزء من الثواني، تهانينا والناموس.